في موضوع آخر، ارتفعت حصيلة حادث المرور المميت الذي وقع أمس ببلدية سلمانة بدائرة مسعد بولاية الجلفة جراء انقلاب سيارة نفعية، ارتفعت إلى 11 وفاة و13 مصاب بجروح متفاوتة الخطورة، حيث سخرت كل الإمكانات والأطقم الطبية المتخصصة لمتابعة حالة المصابين سيما الأطفال. محمد شوقي بونيف. إمكانات كبيرة سخرت للتكفل الأمثل بكل المصابين جراء حادث المرور الخطير والمميت ببلدية سلمانة بولاية الجبة، لتسخير الأطقم الطبية المتخصصة لمتابعة وضعية الجرحى والمصابين. هنايا قاموا بنا بدل الفاس، ما وقفوا معنا، عقب المراديوات جاتنا الاسعاف هنايا، فهمت؟ جبنا هنايا كذا، وكثر خير هنايا الاطباء، فهمت؟ وقفوا وقفه، فهمت؟ الله يبارك. كثر خير، برعونا بدم، عاونونا. تخيل تخيل ثم ترعونا بك، تخيل تخيل الناس مش فرامله هنا جاوا يعاونوا فينا، وقفوا الفرامله، كاين اللي كان رايح دارهم كمل الخدمه حبس، والله ما راح تقريبا الزوج تاع الليل. الحمد لله، دونك تو لي ميتسان ايتي موبيليزي، كاع لي ميتسان دخلوا، اللي كانوا خدامين ما كانوش خدامين، كاع الامكانيات توفرت. درجة الخطوره كانت متفاوته، دونك كاين دي مالاد اللي درنا لهم سكانر وغاردينهم سورفيونس، دوطخ كان عندهم اصابات اللي استدعت تدخل جراحي. بور لو مومون لي مالاد اوبيري سون ستابل الحمد لله. ومن اجل التكفل التام بالضحايا الذين اغلبهم من الاطفال، سخرت جميع الوسائل الماديه والبشريه لمستشفى الجلفه بالتعاون مع كل الفاعلين. كانوا الجراحين حاضرين، اطباء الانعاش حاضرين، الاطباء عامين حاضرين، وكامل الوسائل الماديه والبشريه كانت متوفره. جندنا كل الوسائل اليه، حتى السلطات العسكرية والأمنية، حتى الجمعيات جندت، كل الأطباء تاع الولاية على مختلف جميع المستشفيات تم تجنيدها، حتى الأطباء اللي كانوا في عطلة دخلناهم، ولولا يعني ربما الوجود المكثف لكانت الفاجعة تكون أكثر. يعني كان التكفل الأول على مستوى بلدية مستشفى مسعد، ونظرا للإصابة البالغة والإصابات البالغة نقلناهم على مستوى مستشفى المخترط ومستوى مستشفى حالي رانا اليوم متواجدين فيه. لتبقى الحيطة والحذر واحترام قانون المرور السبيل الأمثل للحد من إرهاب الطرقات وللتقليل من حوادث المرور التي تحصد المزيد من الضحايا والأبرياء. كل تعازي لعائلات الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين.